الرياضيات مو مجرد مادة عادية بياخدها أي طالب بالمدرسة، رياضيات إلى حكاية تمييز وموهبة. مع ضيفنا لليوم الطفل يوسف. يوسف ليافة بين الطفولة المجبولة بالبراءة وصفاء الذهن وبين الطموح والموهبة قدرات عمل على تطويرها في الرياضيات وهو ما زال بعمر 10 سنوات. ضيفنا باليوم الطفل يوسف. يوسف يسعد صباحك، ووالد الطفل حسن يوسف يسعد صباحك. صباحكم إن شاء الله. هلا وسهلا. الله يخليكم. هاي يوسف عم تعمل هاي للكاميرا. يوسف حكيني. حكيني. كيفك؟ منيح. يوسف احكي لنا عن حالك، انت باي صف؟ عمرك 10 سنين وبتحب الرياضيات؟ ايوه انا الطفل يوسف. يوسف بحب الرياضيات. من وين انت؟ انا من اللاذقيه وبحب انا في الصف الرابع. وبحب الجيش العام السوري لأنه يحمي الناس من الشر. برافو. وتحب مادة الرياضيات كثير؟ كثير شوي. كثيراً. نعم. خلينا نحكي عن موهبة يوسف. يوسف يوسف أسرع من الآلة الحاسبة. نعم. يعطينا نتائج أي كان تمرين رياضي ممكن نسأله عنه. خلينا من إمتى اكتشفتوا هي الموهبة؟ نعم. طبعا يوسف علمته انا رياضيات مثل اي ماده. ورياضيات اكثر شيء الصعب فيها هو عمليه الضرب الحسابيه. حساب والضرب والضرب غض والضرب اول شيء. تماما. بلشنا معه الضرب عادي، رقم برقم رقم برقم الى اخره للجدول الخمسه. شفته مرات يعني تجاوبه كويس، مشيت معه للعشرة في الصف الثاني تجاوبه كويس، مشيت بجدول 11-12 ما شاء الله صار رقم برقمين، آخر شيء دخلت معه برقمين برقمين. هاي بأي عمر؟ يعني بالصف الثالث، هلا هو صف رابع أو بداية الرابع. فشفت عنده هالملكة أو هالموهبة، رقمين برقمين يعطي جواب أسرع من الآلة. صار رقمين، طورت معه لرقمين بثلاثة ما شاء الله، كمان صار يعطي جواب بسرعة نوعا ما. فلاحظت هالشي عنده، دورنا على طريقة أو مكان الناس تستوعب يعني تشوف هالملكة اللي عنده وترعاها. فما شفنا في مديرية التربية بالتربية أو وزارة التربية، رحنا على مركز المتميزين باللاذقية. ما بعرف إذا عندكم فكره عن الموضوع. طبعاً. ايوه اكيد. نحن اليوم عم نشوف يوسف وبدنا نشوف مهاراته. ليوسف يوسف خليك معي. حبيت الكاميرا اكثر من الرياضيات. خلينا نحكي يوسف، وقت انت هيك تحسب بسرعه كيف يمكن هيك بتكون انت مميز؟ ابوك شو بيقول لك؟ امك شو بتقول لك؟ بالمدرسه رفقاتك وقت تكون انت الاشطر واحد بالرياضيات شو بيقولوا لك؟ او هيك كيف انت فورا بتجاوب؟ شو احكي لنا عن الحاله يا يوسف. طب نعطيك تمرين الرياضيات تجاوب عليه. خلص هو رح يعطيك تمرين. برافو. بقول لي برافو. طيب نعطيك تمرين. اعطيك تمرين تجاوب عليه يوسف. 94 ضرب 50. ضرب 5 ولا 50؟ 50. 4700 صحيح. اسرع من الاله الحاسبه يوسف. نسالك تمرين ثاني من عليا. نسألك 60 ضرب 22. 60 1320. 1320 صحيح ولا صح؟ كيف بتحسبها؟ كيف بتحسبها بهي السرعة؟ ده بضرب 60 ب 20 120 بيطلع الجواب. بضرب ب 20 ب 60 بيطلع معي 1200. 1200 زائد 1120 زائد 120 بيطلع معي 1320. شو هاليوسف؟ عملية الشرح بتاخذ أكثر، يعني إنه كيف قدر عليهم؟ تفضل. تفضل. في بعدين خلال زيارتنا ما بعرف إذا فيني كمل. زيارتنا المركز الوطني للمتميزين. عند الدكتور اسكندر. خلال 5 دقائق تعلم جز التربيعي. هلا بتعطيه أي رقم بيعطيك جز التربيعي لإله. وتعلم الجز التكعيبي كمان، أي رقم بيعطيك جز التكعيبي لإله. بسرعة كمان ولو بمئات الآلاف، فبيعطيكم جز لأي رقمين يعني. فالحمد لله رب العالمين، يعني الشباب بالمركز راح يعتمدوا له برنامج يطوروا هالموهبه او هالملكه. بس لما تبناه المركز شو قالوا لك؟ يعني
نعم. شو قالوا عنه ليوسف لما تبناه المركز؟ قالوا عنه يعني حالة فريدة، يعني حالة ما أنا يعني بهالعمر بهال يعني حالة فريدة، يعني ملكة موهبة يعني من الله سبحانه وتعالى. طيب يوسف شاطر بباقي المواد مثل الرياضيات؟ الحمد لله شاطر بباقي المواد، متفوق يوسف في فينا نعتبره أسرع من الآلة الحاسبة. إذا بدك تعطيه مثلا تمرين هلا عن الجزر أو شيء يلا بالكنترول معهم آلة حاسبة رح يجاوب. يلا 3136 جزرتك عيبة لإله قدام تربيعي 56 صح؟ شو هاليوسف هذا؟ برافو. ما لحقت، كيف عم تحسبها هالقد؟ يعني كيف بتطلع معك هيك بهالسرعة؟ ضربت 56 ب6 جمعت 336 و56 ب5 بيطلع 2800 زائد 336 بيطلع 3136. هي يعني هي القدرة الحسابية حتى وانت عم تحكيها بده وقت، انت عم تعطينا يمكن النتيجة بثانيتين. نعم. هي اساسا حتى وانت عم تحسبها بعقلك بده وقت اكثر. نعم، لذلك اسمها ملكة هي او موهبة، يعني الحمد لله. اقل هلا 13 ثانية وما فوق. يعني اذا بدك تعطي جواب بصير يعني فيها ابداع، بس اقل من 13 ثانية يعطي رقم، يعني معناتها في شيء خاص لانه عم يعطينا الجواب خلال 3 سنوات. تماما. التكعيب اذا كم على الكنترول؟ 857,375 تكعيبي. جزء التكعيبي 95 صح؟ برافو. صح والله يوسف يا ما ما شاء الله يا يوسف. أكيد نحن بدنا نقول لكل الجهات المختصة أنه هي يمكن توجه الأنظار لهالطفل المعجزة، خلينا نقول ما شاء الله على هالسرعة وبهرت العالم بالكنترول يا يوسف وبهرت الدنيا كلها. يعني هالإمكانيات الرائعة قديش هي يمكن ناشئة من عائلة بتحب العلم، حضرتك مهندس. نعم. وهالاهتمام الكتير كبير يلي وصله ليوسف لهون. يوسف عم يحسب هلا. طبعا امه له دور، اخواته كمان لهم دور، يعني ما منكم يعني راعوه تابعوه ماده الرياضيات وبقيه المواد، بس انا تفرغت له اكثر شيء يعني بهالموضوع هيدا. واخواته مثل ما عم تحكي كمان الحمد لله متفوقات بال بمجال عملهم. نعم. يعني الحمد لله. قديش عندكم اخوات؟ هو خمس بنات. خمسة؟ هو الاصغر واحد. نعم. اخواته اثنين صيادله كبار وحده هندسه مدنيه. الله يخليك يا هون، بدنا نعطيه تمرين ثاني. يوسف 4021 875 جزر التكعيب. 421875 جزر التكعيب. هذا استاذ ماجد عم يقول لك 75 صح. برافو يا يوسف، اكيد يعني عندك مهارات كثير مميزه ونحن كثير انبسطنا فيك. يوسف شو بتحب تطلع بس تكبر؟ دكتور. دكتور بالرياضيات؟ لا لك هي موهبه لحالها. دكتور مثلا العلاج. للعلاجات. طيب لما تحل هيك بهي السرعة بالصف رفقاتك والأنسة شو بتقلك؟ برافو. ما بيقولك كيف بتحلها هيك؟ ما بيقولك رفقاتك علمنا السرعة نفسها؟ قصدي ايه؟ قلولي شو بيقول لك رفقاتك؟ برافو. ايوة بيهنوا وبينبسطوا فيه. بس برافو واو بنقلك انه يعني كلنا بنحس انه لازم نكون مثلك يا يوسف. يوسف كثير انبسطنا احنا معك اليوم ونحن كثير فخورين فيك وناطرين نشوفك هيك محقق اعداد كبيره من النجاحات قد ما بتحسب بهي السرعه. وافقت؟ ايه. شو بدك تقول لك رفقاتك اللي عم يشوفوك هلا؟ لك رفقاتك بالمدرسه اليوم معطلين باللاذقيه وبكل سوريا، شو بدك تقول لكل الاطفال ولا كل رفقاتك؟ نحن معطلين بسوريا يهتموا بدروسه. نعم. ايه معطلين اليوم. شو بدك تقول لهم؟ هو يخليه شو بدك تقول لهم؟ ما بدك تقول لهم مرحبا صباح الخير؟ ما بدك تقول لهم صباح الخير لرفقاتك ولاهلك؟ صباح الخير.
صباح النور يا يوسف. احكي اسا كيفكم؟ احنا مناح احنا كثير مبسوطين فيك يوسف. استاذ ماجد كثير مبسوط وبده يعطيك اسا كمان تمارين رياضيه هلا برا بالكون برا على الكنترول. استاذ حسن احنا كثير انبسطنا بحضوركم هالمتميز، وان شاء الله هيك يا رب مزيد من التالق. كلمه اخيره بتحب توجهها؟ الكلمة الأخيرة نوجهها لكم، شكرا لكم أنكم أضاءتوا على يوسف، والإخبارية دوما محطة بنفتخر فيها في كل المجالات، والله يعطيكم العافية، ونتمنى النصر لسوريا في أقرب وقت، تخلص من هالأزمة بخير وسلامة، وإن شاء الله الخير لقدام. نعم. طيب بالختام بدنا نقول شو بتتمنى يمكن ليوسف، شو بتحاول يمكن تأمن له ليوسف، أو بتقول إنه المستقبل ناطره ليوسف؟ أنا مثل أي أب يعني بيتمنى الخير لأولاده، ويوسف إن شاء الله بدنا نهتم فيه بشكل منيح إن شاء الله، وبدي نتابعه بشكل منيح ونخلي شوفي رعاية ممكن يستفيد هي الموهبة بشكل إيجابي، شو ممكن يستفيد يعني شو ممكن يطلع من يوسف لحتى يستفيد هالبلد منه بشكل أفضل وأحسن باعتباره عنده هالملكة والتفكير، وإن شاء الله نتمنى من الجهات المعنية كمان ساعدنا بهالموضوع. إن شاء الله يا رب. نحن أكيد رسالة عبركم يعني. نعم أكيد نحن كمان نضم صوتنا لصوتك، ونتمنى من كل الجهات المختصة أكيد أنه هي تشوف هالموهبة الرائعة وتساعدها لحتى توصل لمكان كتير مهم، ولا تساعد البلد مثل ما قلت. شكرا كتير لوجودك. شكرا سيد حسن. شكرا يوسف، بسطنا كتير اليوم معك. ميرسي. شكرا شكرا شكرا. بدنا نشكرك سيد حسن، نشكر يوسف. يمكن هي رسالة بنوجهها من خلال شاشة الإخبارية السورية على المواهب يمكن السورية الصغيرة يجب رعايتها والاهتمام فيها. نعم. نشكرك كثير على وجودك معنا. مع هالموهبة المميزة بيكون صباحنا لليوم وصل لختامه. بنبقى نذكر مشاهدينا بأنه الإخبارية السورية رح تبقى مكفاية معكم بتغطية لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية، وأكيد تحيتنا الدائمة لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. شكرا لك يا نور أكيد، وشكرا لحسن المتابعة لكل مشاهدي الإخبارية السورية، ولا أي اقتراحات بهمكم تشاركونا فيها بحلقاتنا القادمة ما لكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وكل التحية لكم مشاهدينا، وموعدنا بيتجدد بكرة بنفس التوقيت. باي باي باي.